السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين. مع حضراتكم في رحلة جديدة وحلقة جديدة من المساء مع قصوى. كل أسبوع بنقف مع حضراتكم يوم الجمعة ويوم السبت من الساعة 9 للساعة 10:30 مساء، وبنحاول إن احنا نروح معاكم في رحلة بنفك فيها دسم المواد الثقافية، تكون دسمة وبنروح معاكم بعيد في حاجات تقيلة كده وصعبة شوية، لكن بنقدر إن احنا مع ضيوفنا الكرام كمان ومع التلخيص والمتابعة اللي بنحاول نعملها طول الأسبوع والتدقيق، وبنحرص كمان على مصداقية المعلومة اللي بنجيبها، نحن نفك ونحلحل هذا الدسم عشان يتحول لمادة صالحة للعرض كثقافة تلفزيونية. فاللي بيسمعنا يتبسط منها، لو هو عارف هيكمل معلومة، لو مش عارف هياخد معلومة جديدة. كمان بفكركم ان احنا مش بنستهدف فقط المثقفين او الناس اللي عندها قراءات مختلفة، لكن احنا بنستهدف الانسان العادي اللي مش متابع الحركة الثقافية، اللي كمان مش بيحب يقرأ. بنحاول ان احنا نستدرجه للقراءة وللمعرفة وللمعلومات، نحاول ان احنا ننمي معاكم او ننمي كلنا معلوماتنا، وبنراجع معاكم برضو بعض المعارف. يعني الحلقة تكون كده في إطار معرفة موسوعية شاملة، ونتنقل بكم من مكان لمكان ومن زمن لزمن عشان تكون الحلقة كأنها وجبة ثقافية متكاملة. خلينا نقول لحضراتكم، كل مرة بفكركم بصفحتنا على السوشيال ميديا. بنتواصل معاكم على صفحتنا على السوشيال ميديا، صفحة المساء مع قصوى. في صفحتنا بنستقبل منكم رسائل كتيرة جدا طول الوقت، بنحرص ان احنا نرد عليها بسرعة، نرد عليها بإيجابية. الناس اللي بتسأل على كتب، الناس اللي بتسأل على موضوعات معينة، الناس اللي بتسأل على حاجات معينة، من فضلكم الكتب معظمها اللي بتبعتوا تسألوا عنها، بفكركم تاني معظم الكتب دي احنا عاملينها قبل كده، عاملينها فقرات ونقد وحاجات كتيرة جدا موجودة، ممكن تلاقوها على اليوتيوب او على صفحة المساء مع قصوى. كمان دي طبعا صفحتنا على الفيسبوك المساء مع قصوى، بننتظر تواصل حضراتكم. كمان المواهب والناس اللي بتبعت لنا، ما تبعتوش رسالة، يعني برضو بأكد تاني رسالة انا عندي موهبة في كذا وكذا، ابعت رسالة فيها زي سيرة ذاتية كده لحضرتك صغيرة، بس ملخص كده بسيط، وفيها فيديو لو بتغني، لو بتلقي شعر، لو بتعمل حاجة حابب ان انت تظهر، ابعت فيديو ما فيهوش مؤثرات صوتية، يعني فيديو لحضرتك وانت موجود في مكان وبصوت كده لايف بتغني او بتلقي شعر او بتعزف الموسيقى اللي بتحبها. حتى الناس اللي بتنحت او بترسم بشكل يعني جيد ابعتوا لنا برضو، هنتواصل مع حضراتكم على صفحتنا، صفحة المساء مع قصوى، كمان صفحة قناة تن، كمان صفحة قصوى الخلالي على فيسبوك وعلى تويتر، هتلاقونا موجودين مع حضراتكم. خلينا نقول لحضراتكم فقراتنا ايه النهاردة. النهاردة هنروح مع حضراتكم في كتاب من الكتب الغريبة جدا في فقرة الغرائب، هيكون معنا بكين الجغرافيا والتاريخ والثقافة، حاجة عن الصين، لكن اخترنا النهاردة لحضراتكم حاجة غريبة شوية هنبدأ بيها. بعد كده هنروح معاكم للصور وتاريخ الفن المصري، وكمان هنروح معاكم لعرش مصر وتاريخ مصر القديمة، وننتقل معاكم من مجموعة الكتب والمعلومات والحكايات دي، نروح معاكم لفقرة الصالون. فقرة الصالون النهاردة هيكون فيها واحد من نجوم الموسيقى العربية، مش المصرية بس، وواحد من أشهر عازفي الموسيقى في العصر الحديث، عد علينا مؤخرا كده، تلاقي اسم محمود سرور. محمود سرور مش فقط هو عازف مبدع، ولكن هو مجدد، وهو عنده فكرة، حتى التفت إلى الربابة ووضع الربابة بشكل مختلف في إطار الموسيقى المفقودة من فكرة الدراسة الأكاديمية وغيره. هو نظم الموضوع من وجهة نظره وطرحه للناس، وحاجات كتيرة جدا. النهاردة نروح معاه في رحلة مصرية بامتياز ما بين العزف للموسيقى المصرية والعربية وكمان الموسيقى العالمية، هو طبعا أستاذ كبير في الموضوع ده، وكمان هنحكي معاه بقى حكايات عنه وعن ذكرياته وعن موقفه من قضايا موسيقية معينة. النهاردة هيكون منورنا إن شاء الله، تستمتعوا بهذه الفقرة بعد فقرتنا. طيب هنبدأ معاكم بحاجة كده من الحاجات، يعني في إطار المتابعة بتاعتنا لفناننا والتراثنا الفني العظيم، والأسماء كبيرة عدت علينا موجودة لسه، وبنحاول طول الوقت ان احنا نقول لهم احنا بنحبكم واحنا فاكرينكم وفاكرين اعمالكم، والناس قدمت حاجات كتير ثرية. النهاردة معنا واحد من عمالقة التمثيل المصري والعربي، معنا النهاردة عبر الهاتف، بنرحب بيه ومبسوطين بوجوده، الفنان الكبير الأستاذ يوسف فوزي. أستاذ يوسف أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ست الكل، نور الدنيا، ومبسوطه بوجود حضرتك معانا فعلا. الله يبارك فيك يا استاذ، انا صراحه يعني مكسوب منك جدا. ليه؟ لان انتوا طلبتوني اكتر من مره الحقيقه، وانا يعني كانت ظروفي صعبه شويه، ان باخد ادويه بتنيمني
مبقاش مش قد ان اقعد اخد مقابله يعني. انا عارفه يا فندم، وكنا مقدرين ظروف حضرتك جدا ساعتها يعني. الله يبارك فيك يا ست الكل، الله يكرمك. والحقيقه برضو في يعني بعض المواقع، او في موقع بالتحديد عمل مع حضرتك لقاء، كان صدى اللقاء اللي اتعمل ده بالنسبه لحضرتك ايه من الجمهور، الناس اللي كانت على السوشيال ميديا وحاجات كده؟ والله كان كلام ما انا ما قلتوش، كلام على لساني انا يعني. يعني قال انا بشتكي ان ما حدش بيسال عني، وده مش صحيح، ناس كتير جدا بتسال عني، ده مش صحيح. بس الفكره كلها انه يعني بنام في الوقت اللي هو بيأثر فيه الدواء يعني، ممكن يبقى بالنهار ممكن يبقى بالليل ممكن كده يعني. فما مانيش مش قد نوع كده ساعه اتكلم مع حد. طيب استاذ يوسف، طبعا احنا يعني اعمال حضرتك كلها بيظهر فيها نوع فريد جدا من الاداء ومن الفن، تمثيل حضرتك، اخر الاعمال اللي حضرتك اديتها وتوقفت بعد كده، اعتقد حضرتك توقفت لظروف صحيه مش كده؟ ايوه، انا جالي مرض الشهر الرعاش، فبقى عندكم كلكم يعني، فما كانش ينفع ان انا اكمل يعني. انا اخر حاجه عملتها سنه 2015 معالي الامام رئيس استاذ ورئيس قسم، و حتى الاستاذ عادل كنت قاعد جنبيه في مشهد بنعزي، فقاعدين جنب بعض قوي يعني، فهو حس بالرعشه شويه، قال انت عندك حاجه؟ قلت له عندي. قال لي ما حاسس انا بيه. ما تم رجال جدا الله يرحمه يعني، قالت لي نفس الحكايه برضه، قالت لي انت عندك حاجه يا زوج؟ قلت لها عندي كذا كذا. فقالوا لي يعني طب انت تسيب ليه يعني، ما يعني هنا برضه يساعدوك في الجماعه المساعدين وكده وبتاع. قلت لهم لا ما بحبش كده بقى يعني، يا اما ادي الحاجه اللي انا هعملها يا اما بلاش. وكفايه عليا 33 سنه فن يعني، احس هاخد زمني زمن غيري يعني ولا ايه؟ ربنا يديك الصحه. الحمد لله يعني كده 110، انا مبسوط جدا وما فيش اي حاجه خالص، وردود الفعل الناس ممتازه جدا، والتليفونات شغاله تمام، وانا مش بقول عن اي حاجه يعني، ده اللي بيحصل فعلا يعني. أستاذ يوسف، في حضرتك في الفترة دي طبعا، خليني بس أسأل حضرتك سؤال، هل حضرتك تأخرت في متابعة الحالة الصحية الفترة اللي قبل كده؟ يعني أقدر أقول إنه حضرتك أهملت شوية في صحتك، ما كنتش متابع في الفترة اللي قبل كده؟ لا والله، دي ده مرض بيبقى فيه نوع حاجة كيميائية في المخ بتبقى ناقصة. لأن في تصريحات لحضرتك برضو كانت موجودة إنه أنا يعني أهملت في صحتي وفي متابعة الحالة الصحية. لا 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 خالص يعني. أنا سنة 2013 رحت للدكتور قلت له أنا بحس إن في رعشة من داخلي من جوايا دراعي، قال لي ده اسمه باركنسون. قلت له ده عرفت على طول كده، ده باركنسون ولازم تاخد أدوية وبتاكل من ده، وحاجة هتعيش بيها وهتعيش هتتعايش بيها. لازم تاخد بالك يعني، كل يوم بيعدي يوم عادي زي الثاني يعني، ما تقعدش تفكر في الحكايه دي خالص. خد الادويه بتاعتك وريح اعصابك والعب رياضه. ده كان بقى سنه 2013 في عز المعمعه في مصر هنا. انا اللي جالي بقى، جالي في 2013 من 2011 ل 2013، ادي سنتين قعدت اتفرج على التلفزيون على المهازل اللي احنا كنا فيها، واعصابي باظت بشكل فظيع جدا، وده نتيجه الاعصاب البايظه دي 24 ساعه، الضغط العصبي يعني 30 ونص. طيب استاذ يوسف، طبعا انا يعني ممتنه لادوار كتير جدا حضرتك قدمها وقدمتها واسعدتنا بيها، وفن حضرتك زي ما قلت لحضرتك من النوع الفريد، واي مشهد بتظهر فيه بتخطف الاضواء من الناس اللي موجوده حواليك. عايز اسال حضرتك في اطار حوار تليفوني كده عن ذكريات معينه تفتكرها وما تنساهاش في اعمالك، ايه اكتر حاجه مؤثره عدت عليك، او ايه اكتر مشهد وانت بتعمله كانت الكواليس بتاعته مؤثره بالنسبه لك وفارقه؟ والله انا يعني ما عنديش حاجه ظاهره لوحديها يعني، انا كل مشهد بعمله بحس ان ده اول واخر حاجه هعملها، فبعمل اللي اقدر عليه يعني، اللي اقدر عليه. بس الفكره كلها ان لازم الناس تفهم ان لو الفنان كويس او نص نص او بتاع، كل ده حسب المخرج. المخرج جيد هيبقى ممثل جيد، مخرج يعني دول مستوى يبقى ممثل دول مستوى يعني. ما اقدرش اقول انا عملت وانا عملت وانا عملت يعني، انا كل اللي عملته ان انا اعمل ابذل المجهود على قدر الامكان ان انا استعد للدور. بتتابع اعمال حضرتك دلوقتي على يعني كاول مشهد واخر مشهد. حضرتك بتتابع دلوقتي اعمال فنيه في الفتره اللي فاتت؟ والله ساعات ساعات وساعات، انا بهتم بالاخبار الهيصه اللي احنا فيها دي، الاخبار العالميه. لكن ما فيش يعني، كنت هسأل حضرتك عن عمل معين مثلا، مسلسل او فيلم شدك مؤخرا اتفرجت عليه، حاجه عجبتك؟ ساعات مسلسلات بتاعت
أمير كرارة، أنا بحب الواد ده أوي يعني، هو ماشي. زي ابني بالظبط يعني، فبحب أتفرج عليه جدا. و تابعت حضرتك اختيار وكلبش والمسلسلات الأعمال الأخيرة؟ الحاجات الحلوة بتاعت أمير كرارة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ يوسف. احنا حبينا نقول لحضرتك إن احنا بنحبك وإن احنا فاكرينك وإن احنا مقدرين كل حاجة قدمتها في الفن المصري والعربي السنوات اللي فاتت، وإن شاء الله يا رب دايما تكون في صحة وعافية وتعدي هذه المحنة على خير. شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذنا. أستاذ يوسف فوزي فنان كبير الحقيقة، ويعني بقاله فترة طبعا لأسباب صحية غايب عن العمل الجديد، لكن موجود طول الوقت على الشاشة في الأعمال اللي بتتعرض له، مسلسلات أو أفلام، أعمال مختلفة جدا، وأداؤه يعني أداء فريد من نوعه، وحضوره حضور فريد من نوعه أيضا على الشاشة. حبينا نقول له شكرا جزيلا على الحاجات الكتير اللي هو قدمها، ولو في إطار تكريم بسيط تليفوني كده لا يليق بيه طبعا، لكن في النهاية ده اللي قدرنا نحققه في هذه الفقرة. خلينا نروح مع حضراتكم بقى لفقراتنا النهاردة. نبدأ معاكم زي ما قلت لكم من كتاب بكين الجغرافيا والتاريخ في غرائب المساء. النهاردة في واحد هذا الكتاب هيكون مع حضراتكم حالا الغلاف بتاعه. الكتاب ده واحد من الكتب المهمة جدا وصدر مؤخرا، صدر سنة 2020 السنة اللي احنا فيها، لكن في شهر 2 اللي فات. الكتاب ده طبعا ما فيش نسخة عربي موجودة منه، هتلاقوا حضراتكم نسخة انجليزية وفي نسخة ايضا ترجمت باللغة الصينية. النسختين دول الناس اللي هتلاقيهم هتدخل عليها هتبدأ تعمل الترجمة الفورية. دايما بقول لحضراتكم بتسهل حاجات كتير علينا الترجمة الفورية، أقرب يعني حاجة للمعنى ممكن نلاقيها قدامنا في حالة عدم وجود كتب مترجمة. خلينا نقول لحضراتكم الكتاب ده للكاتب تشان جو، وصدر سنة 2020 زي ما قلت لحضراتكم في بكين في الصين، وصدر أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية باللغتين الإنجليزية والصينية. نبدأ منين؟ نبدأ من إن الكتاب ده بيروح في رحلة زمنية كبيرة جدا، ولكن بالتوثيق وبالدليل. يعني تشاين جو ده واحد من الناس اللي يعتبر باحث أكتر منه كاتب أو يعني شخص بيبحث في بعض المعلومات العابرة، لا هو باحث دقيق جدا. الكتاب فيه رسومات بتوثق حاجات تاريخية، في حاجات كتير، الناس اللي هتمشي داخل الكتاب، والكتاب حجمه كبير مش صغير، هتلاقوا فيه حاجات كتير. اخترنا لحضراتكم النهاردة في إطار الانفجارات اللي بتحصل وحاجات غريبة زي انفجار بيروت مثلا اللي حصل مؤخرا، اخترنا لحضراتكم حاجة غريبة، انفجار غامض جدا. الانفجار ده كان حصل في 30 مايو 1626، من مئات السنين حصل في العاصمة الصينية بكين. هذا الانفجار كان اسمه انفجار وانغونغ تشانغ، وانغونغ تشانغ. طيب الانفجار ده حصل فين؟ حصل في بكين زي ما قلت لحضراتكم، وحصل في المنطقة أو الجزء الغربي من بكين، وحصل بشكل غريب جدا ورصدت حاجات كتيرة. احنا يعني نوعا ما جايبين لحضراتكم بعض الصور والحاجات اللي بتشبه الموضوع شوية، أو يعني بتدي بعد للموضوع شوية. طيب الانفجار ده المساحة بتاعته تقريبا، وصل صدى الانفجار أو صدى الصوت الخاص بالانفجار أو سمع في مساحة 150 كيلومتر. طيب مساحة الانفجار نفسها كانت حوالي 40 كيلومتر بالموجة، ما يسمى بالموجة الانفجارية. حصل إيه؟ حصل فجأة انفجار كبير جدا. الانفجار ده حصل في بكين في المنطقة الغربية زي ما قلت لحضراتكم، لكن وصل مدى الانفجار أو وصل صدى هذا الانفجار إنه كل حاجة محيطة بمحيط الانفجار ده اقتلعت من الأرض واترمت لمسافة بعيدة جدا، لدرجة إنه المناطق الريفية المحيطة بهذه المنطقة وجدت جثث بتنزل عليها وأشلاء بتنزل عليها، وجدوا أشجار مقتلعة من مكانها بتنزل عليهم، لقوا صخور حتى كبيرة جدا، لدرجة إن كان في زي ما يشبه كده تمثال حجري لأسد موجود في المنطقة دي وزنه 3 طن. التمثال ده اترمى لمنطقة تانية مسافة كبيرة جدا فوق أبوه في مكان تاني، وقالوا ازاي ده انتقل من هنا لهنا؟ ده كان أثر الموجة الانفجارية اللي حصلت. الانفجار ده ناس كتير قعدت تفكر في يعني الموضوع بتاعه، حصل ازاي؟ زي الانفجار ده، هل حاجة جت من السماء؟ طبعا هم كل المشاهدات اللي كانت محيطة، ناس اللي كانت موجودة في منطقة الانفجار اللي هم ممكن يكونوا شافوا الموضوع، كلهم ماتوا. عدد القتلى كان كبير جدا، الرصد بتاعه او الحدث اترصد بانه حوالي 20,000 جثة عثر عليها، وباقي آلاف الجثث مفقودة كانت موجودة في المنطقة دي. طبعا المباني كلها اتدمرت تماما، كل حاجة انتهت تماما، المنطقة
بقت كأنها كانت صحراء إلا من بعض الآثار الخاصة بهذا الانفجار. الغريب بقى في الموضوع، ليه الموضوع غريب؟ مش بس الانفجار ده غريب، لا، الانفجار ده حصل ولكن دون وجود أي حرائق خاصة بهذا الانفجار، يعني انفجار بلا نار، فكان إلا من نقطة صغيرة جدا هي اللي لقوا فيها يعني آثار ما يشبه الحريق، لكن الانفجار كله كان على شكل موجة انفجارية بتقتلع الحاجات من مكانها وترميها بعيد وخلاص على كده، ما فيش آثار حرائق، حتى الجثث نفسها اللي عثر عليها بعد كده مش محروقة، المباني نفسها مش محروقة، الملابس نفسها مش محروقة، ما فيش أثر لأي نيران كانت موجودة في المكان ده. فبدأوا يقولوا طيب الانفجار ده سببه إيه؟ بعد الشهود طبعا اللي كانوا موجودين كلهم ماتوا، فما فيش حد يقول سبب إلا بعض المشاهدات البعيدة. الناس قالوا احنا شفنا نيزك نزل من السماء، بعض المشاهدات قالت كده، وضرب المنطقة دي، شفناه من على مسافة بعيدة والنيزك ده، وفسروا الموضوع انه كان في بعض الصخور اللي شكلها غريب كانت موجودة، لكن البحث في الموضوع قال لا ما كانش في نيزك في المنطقة دي ولا اي حاجة، وان اللي شافوه او التغيرات اللي في السحب اللي فوق شافوا سحب ملونة وحاجات كده، دي نتيجة الموجة الانفجارية اللي حصلت واقتلاع الاشجار وحاجات كده وصلها بعيد، فالناس بقوا بيشوفوا الاشجار طايرة في السماء فافتكروها سحب مثلا، حاجة زي كده. ناس تانيين قالوا المنطقة دي كان موجود فيها مخزن للبارود، مخزن البارود الخاص بالدفاع عن هذه المنطقة، وكان إمبراطور تيانكي ووريثه الوحيد كانوا موجودين هم يعني قيادة هذا المكان، وبالقرب من مقر هذا الانفجار كان المقر بتاعهم، وكان موجود وحدات الحماية الخاصة اللي موجود فيها بقى مخازن الأسلحة والذخيرة والحاجات دي، فكان موجود كمية كبيرة جدا من البارود مخزنة في واحد من المخازن، قيل إن هي اللي انفجرت، وفسروا ده إنه الموجة بتاعتها قوية جدا وحاجات بالشكل ده، لكن حجم وكمية البارود اللي كان موجود ما يقولش إنها تسبب هذا الحجم الانفجاري الضخم جدا والكبير جدا، وبالتالي كان مش منطقي، لكن انفجرت هذه الكمية وسببت بعض الآثار الحريق حواليها. طيب الانفجار ده طبعا راح فيه شخصيات كتيرة جدا، ويقال إنه تقريبا الإمبراطورية كلها يعني راحت في هذا الانفجار، بما فيهم الوريث الوحيد للإمبراطور تيانكي الصيني في هذا الوقت، وسبب له أزمة كبيرة، لكن هو ما كانش موجود في المنطقة فما ماتش. طيب التفسير الثالث التفسير الشعبي، الثقافة الشعبية، حضراتكم عارفين الإنسان الشعبي البسيط بطبيعته في كل مكان على كوكب الأرض بيفكر دايما في الغيبيات والأشباح وحاجات زي كده، فكان التفسير الشعبي اللي لسه موجود لحد النهاردة في الثقافة الشعبية بتاعتهم، واللي رصده الكاتب تشان جو في كتابه بكين الجغرافيا والتاريخ والثقافة، بيقول انه كانت الارواح كانت غاضبه عليهم، لان كان في بعض السلوكيات والممارسات الخاطئه اللي بتحصل في المنطقه دي، وانه كانت دخلت ما يشبه الحروب الاهليه، والناس كانت بتموت بعض واقتتال على مع اماكن مجاوره ليهم وحاجات زي كده، وانه كان في بعض الممارسات الغريبه جدا كانت بتحصل، وبالتالي كان في ارواح غاضبه جدا عليهم هي اللي سببت هذا الانفجار. كل ده موجود في الثقافه الشعبيه اللي موجوده هناك في المنطقة دي، وكمان تم رصده في هذا الكتاب. الانفجار غريب جدا، التخيل بتاع أو الرسوم اللي اترسمت لهذا الانفجار والحكاوي اللي تم نقلها غريبة جدا، بعض التفاصيل الأخرى غريبة جدا، لكن حبينا نجيب لحضراتكم ملخص لهذه الواقعة، انفجار وانغونغ تشونغ. طيب هذا الانفجار دي كانت قصته، وزي ما قلت لحضراتكم مساحته وصلت ل 40 كيلو متر، والموجة الانفجارية بتاعته أيضا كانت تشبه شوية عيش الغراب، ودي كانت بتشبه شوية الانفجارات النووية، فدي من الحاجات اللي اتربطت بأنها ممكن تكون إيه يعني كانت إيه، هل هي حاجة نووية؟ فطبعا قالوا لا، ما كانش فيه توصل لهذا الحجم العلمي في الوقت ده، ففضل الموضوع غامض، واحد من الانفجارات الغريبة اللي حدثت في التاريخ، ولكن مرصودة بدقة في هذا الكتاب، ندعو حضراتكم لقراءته، هتلاقوا فيه حاجات كتير أغرب من كده كمان، لكن حبينا نجيب لحضراتكم هذا الانفجار في إطار يعني مؤخرا كان في حديث عن انفجارات وأشياء من هذا القبيل، كتاب الجغرافيا والتاريخ والثقافة للكاتب تشان جو، صدر سنة 2020 هذا العام شهر 2. نروح مع حضراتكم لحاجة تانية، وإحنا في إطار حكايات المساء مع قصواء بنقف معاكم كل مرة عند حكاية بنرصد فيها مجموعة من المعلومات. النهاردة حبينا نروح معاكم في أعماق المحيطات والبحار، نقف معاكم عند حيوان
حيوان هادئ جدا، ولكن هذا الحيوان صوته من أعلى الأصوات على كوكب الأرض، من أعلى أصوات الحيوانات على كوكب الأرض. كان مؤخرا في صوت غريب كده الناس رصدته على شواطئ مختلفة، وقعدوا يقولوا الصوت ده صوت الحوت الأزرق، صوت الحوت الأزرق، حاجات زي كده. بعد كده قالوا لا ده مش صوت الحوت الأزرق، ده صوت بعض المراكب. الموضوع يعني في الآخر ما صدرلوش حاجة دقيقة، والناس قالت لا دي فيديوهات مفبركة. فحبينا نجيب لحضراتكم حكاية الحوت الأزرق. الحوت الأزرق اللي يعتبر أكبر حيوان على سطح الأرض أو على وجه الأرض، وجه البسيطة، موجود في أعماق البحار. حركته هادئة وبسيطة ومش كثير التنقل، بيتحرك لوحده أو بيتحرك بيمشي مع مراته بس، أو بيمشي في أفواج صغيرة كده. ومعلومات أخرى عنه زي مثلا أولاده، الأطفال الصغيرين، الحيتان الزرقاء الصغيرة، حياتها بتكون إزاي، شوية معلومات كده هتتبسطوا منها مع شوية فيديوهات حلوة عملناها لحضراتكم في حكايات المساء مع قسوة. أضخم الحيوانات التي تعيش على سطح الأرض، لسانه فقط يعادل وزن الفيل، وقلبه يكافئ حجم سيارة ضخمة، ويبلغ طوله أكثر من 30 مترا، بينما وزنه يصل لأكثر من 200 طن. إنه الحوت الأزرق. وأطلق عليه هذا الاسم نظرا لاكتسابه اللون الأزرق تحت المياه، وعند ظهوره خارجها يكون مزيجا من الأزرق والرمادي، وفي بعض أنواعها الضخمة تحتوي أجسامها على اللون الأصفر نظرا لالتصاقها بملايين من الكائنات الحية الدقيقة بها. تعد الحيتان الزرقاء كائنات مسالمة وتعيش في جميع محيطات العالم باستثناء القطب الشمالي، وتسبح عادة بمفردها أو في أزواج، وفي بعض الحالات قد تسبح في مجموعات صغيرة، وغالبا ما يقضون الصيف في المياه القطبية، ومع حلول الشتاء تتحرك تجاه خط الاستواء وتسبح بسرعة تزيد عن 5 أميال في الساعة، وتتسارع حتى تصل إلى 20 ميلا عندما يكون في حالة من النشاط أو الضيق. ويعتبر صوت الحوت الأزرق من أعلى أصوات الحيوانات على هذا الكوكب، حيث يطلق سلسلة من النبضات والذبذبات، وفي ظروف جيدة تتمكن الحيتان الزرقاء من سماع بعضها البعض على بعد 1000 ميل. وليس الأمر مقتصرا على التواصل فقط، حيث يعتقد العلماء وبجانب سمع الحيتان الممتاز فإنه يتم استخدامها كالسونار لاستكشاف أعماق المحيطات الخالية من الضوء. بعد فترة التزاوج يستقر الجنين داخل رحم الأم لمدة عام كامل، ثم يولد بطول 7 أمتار وبوزن يصل إلى 3 أطنان. ويتغذى طفل الحوت الأزرق على حليب الأم، ويكتسب حوالي 90 كيلوغرام كل يوم في عامه الأول، وبعدها يبدأ في النمو وتناول الحيوانات الصغيرة التي تشبه الجمبري وتسمى الكريل، حيث يستهلك الحوت الأزرق البالغ حوالي 4 أطنان من الكريل يومياً عن طريق ابتلاع كمية هائلة من الماء أولاً، ثم يقوم لسانه بإخراج الماء من خلال طبقات من جسده تدعى البالين، فيتبقى الآلاف من الكريل خلفهم ثم يتم ابتلاعها. ويعتبر الحوت الأزرق من أطول الكائنات عمراً على سطح الأرض، حيث يتراوح متوسط عمره من 80 إلى 90 عاماً، حيث اكتشف العلماء أنه من خلال حساب طبقات لسدادات أذن الحوت المتوفى تشبه الشمع يمكنهم الحصول على تقدير دقيق لعمر الحيوان. وقد حدد العلماء أقدم حوت أزرق تم العثور عليه باستخدام هذه الطريقة، وحتى منتصف الستينات تم قتل حوالي 360 ألف حوت أزرق، الأمر الذي استدعى وبحسب كتاب الحيتان الزرقاء المهددة بالانقراض للكاتبين كريس رايتر وجين كاتريجس تدخلا للحفاظ على ذلك النوع، والذي انتهى بوضعهم تحت الحماية من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان عام 1966. وعلى الرغم من إيجابية تلك التحركات، إلا أنها لا تزال تقع ضحية لهجمات أسماك القرش والحيتان القاتلة، كما يصاب العديد منهم أو يموتون كل عام بسبب ارتطام السفن الكبيرة بهم. إلى صورة المساء، ونقف مع حضراتكم عند واحدة من الصور المميزة جدا في التاريخ الرياضي. ودايما أقول لحضراتكم الصورة بملايين الكلمات، الصورة بتوثق لوقائع كتيرة جدا،
تغير مجرى التاريخ وممكن تغير أحداث كتيرة جدا. صورة النهاردة حكايتها من الحكايات اللي هي تشبه ما يوثق للفساد الرياضي، لكن رسميا ما تمش الاتفاق على أنها من ضمن الفساد الرياضي، لكن ضمنيا هي تشبه الفساد الرياضي في العالم وتشبه تداخل السياسة مع الرياضة. الصورة دي اللي هنجيبها لحضراتكم دلوقتي تم التقاطها في 10 سبتمبر 1972. طيب الصورة دي من أرشيف بيتمان كوربس، وده واحد من يعني الحكايات أو الأرشيف في مجموعة من الصور اللي بتحمل حكايات رياضية كتيرة جدا، لكن دي واحدة من أشهر الصور اللي موجودة في هذا الأرشيف. طيب الصورة لأولمبياد ميونخ في الدورة العشرين بتاعته، ودي كانت أثناء لحظة تتويج الفرق الفائزة بالميداليات الأولمبية في لعبة كرة السلة. طيب احنا شايفين قدامنا ايه؟ شايفين قدامنا المفروض يعني المكان اللي هم واقفين عليه ده منصة التتويج، ده المفروض المركز الاول، المركز الثاني قدامنا هو فاضي، والمركز الثالث برضو مشغول. يعني المركز الاول راح واتكرم وخد الميداليات بتاعته، والمركز الثالث كمان، لكن المركز الثاني زي ما حضراتكم شايفين امتنع، ومعظم الكراسي او يعني الكثير من المقاعد فارغه زي ما حضراتكم شايفين. طيب فين الناس بتوع المركز الثاني؟ ما طلعوش ليه ياخدوا الجائزة بتاعتهم؟ وليه رفضوا هذا التتويج وهذا التكريم وهذه الجائزة؟ طيب الحكاية ايه بقى؟ الحكاية انه كان في الوقت ده كان في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الامريكية، وكان في يعني مناوشات كتيرة جدا بتحصل، وصل الموضوع للمجال الرياضي. في المجال الرياضي حصل ألاعيب كتيرة جدا من الجانبين يقال، لكن الاكثر بروزا هو هذه الصورة اللي بتوثق هذا الموضوع. الصورة قلت لحضراتكم 10 سبتمبر 72. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كان هذا الاولمبياد طبعا الجميع متقدم وكل الناس متقدمة بالفرق بتاعتها، الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة، كرة السلة طبعا محترفين فيها وبالتالي ممكن يكونوا محترفين أكتر من السوفيات في كرة السلة، تقدموا بالمحترفين بتوعهم. أثناء الأولمبياد اتغيرت القوانين، أو ما قبل الأيام الأخيرة للبداية كده اتغيرت القوانين فجأة، فأصبح المحترفين ما يشتركوش، ومشاركة الدول تكون بالهواة مش بالمحترفين. ده طبعا سبب أزمة كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية أنها تشارك بالهواة، لأنها مجهزة المحترفين بتوعها عشان يدخلوا يشاركوا، ولكن جمعت فريق من الهواة وشاركت بيه. الاتحاد السوفيتي كان عنده علم بالموضوع وكان مسجل المحترفين بتوعه قبلها بفترة هواة مش محترفين، يعني ما كانش مسجلهم في المحترفين، فكانوا محسوبين من الهواة وليسوا من المحترفين، وبالتالي لما دخل يلعب بالمحترفين اللي عنده، في حين الولايات المتحدة الأمريكية دخلت بالهواة اللي عندها مش المحترفين أو الناس الأكثر خبرة والمخضرمين أكتر. فضلوا يتصاعدوا هما الاثنين لحد ما وصلنا للمباراة النهائية، والمفترض انه السوفييت هيقابلوا الامريكان. بدأوا يلعبوا، تقدم السوفييت في كرة السلة بنسبة كبيرة جدا، لحد ما وصلوا المرحلة كده بدأ الامريكان بقى يحققوا اهداف كتيرة، لحد ما جوم قبل النهاية ب10 ثواني كان الامريكان متقدمين على السوفييت بفارق نقطة واحدة. النقطة دي كانت كفيلة انها يعني تخلي الامريكان رقم واحد وتخلي السوفييت رقم اثنين، لكن ازاي ده يحصل؟ كان معظم لجنة الحكام الموجودين في المباراة ولجان التحكيم والحاجات دي معظمهم كما يقال برضو من ابناء الدول الشيوعية ومن التابعين ضمنيا ونفسيا ومعنويا للاتحاد السوفيتي. فراح جاي رئيس هيئة التحكيم ورئيس الهيئة الإدارية لكرة السلة، نزل لطاقم التحكيم، بقول لحضراتكم الموضوع بالضبط يعني، وقال لهم لا احنا عايزين نعيد آخر 3 ثواني في المباراة عشان خاطر في يعني ايه ما يشبه الخطأ التحكيمي. كان متقدم لحد النهاية المجموعة السوفييت لحد قبل النهاية بأكتر من 10 ثواني تقريبا، السوفييت كانوا متقدمين، تقدمهم الأمريكان وصولا إلى قبل نهاية المباراة ب10 ثواني، الأمريكان متقدمين مع الوصول لصافرة النهاية كان الأمريكان مفترض هم اللي بيحتفلوا بالموضوع، نزل لهم خلاهم وقفوا الاحتفال ووقفوا كل حاجة، قال لهم ثانية واحدة احنا عايزين نعيد آخر 3 ثواني في المباراة. طاقم التحكيم اللي موجود أو الحكام اللي موجودين وافقوا بعد الاتفاق ضمنيا وقالوا اه ماشي نعيد اخر 3 ثواني. هنا الـ الامريكان اعترضوا وقالوا ازاي نعيد اخر 3 ثواني، احنا متقدمين ومفيش اخطاء تحكيميه. قالوا لا هنعيد اخر 3 ثواني. عادوا اخر 3 ثواني في المباراه، اتحسبت رميه للاتحاد السوفيتي وتقدم فيها الرميه دي، حققوا منها هدف، الهدف ده اتحسب بنقطتين، وبالتالي السوفييت هم اللي كسبوا المباراه من اخر
ثلاث ثواني اتحسبت فيهم رمية حققوا بيها نقطتين. فواقف في الأمريكان مذهولين، كانوا لسه بيحتفلوا دلوقتي وفرحانين إن هم تفوقوا بمجهودهم، ولكن السوفييت فجأة يعني ندهلهم منادي زي ما بيقولوا كده، وفجأة هم اللي تقدموا وحققوا نقطة والهدف اتحقق بنقطتين. فحصل حاجة غريبة جدا، الناس اللي فاهمين حتى في قوانين كرة السلة هيبقوا يعني مركزين في الموضوع أكتر. فكانت النتيجة إنه السوفييت هم اللي خدوا المركز الأول، وفجأة اللعيبة اتغير الموضوع، بدل الأمريكان ما كانوا بيرقصوا بيحتفلوا بقى السوفييت هم اللي بيرقصوا بيحتفلوا. خلاص احتفلوا، ناسوا خالص موضوع الامريكان وراحوا على التكريم والمنصة عشان يقفوا بقى، عشان ده يبقى المركز الاول وده المركز الثاني. امتنع فريق كرة السلة الامريكي من انه يقف ويتكرم، وقالوا تصريحات كتيرة جدا، كان من ضمنها تصريح لمعظم اللاعبين والمدرب بتاعهم، قالوا لو كنا خسرنا بشرف كنا هنقبل المركز الثاني ونقف، لكن احنا خسرنا بتزييف وخسرنا باخطاء وخسرنا بغش وتدليس، وبالتالي احنا مش هنقبل ان احنا ناخد هذه الجائزة ولا نتكرم التكريم ده، احنا مش المركز الثاني وهنعتبر نفسنا المركز الاول. بالفعل لما رجعوا للولايات المتحدة الامريكية يعني اتعامل معهم الجمهور في الشارع على ان هم المركز الاول مش المركز الثاني، وكانت ما يشبه الفضيحة العالمية انه ازاي حصل الموضوع ده. وبعد كده حصل تظلمات، والتظلمات دي اترفضت عشان يعيدوا المباراة، اترفضت كلها، ولحد النهاردة الجائزة بتاعتهم موجودة، ولحد النهاردة لم تتسلم الولايات المتحدة الأمريكية جائزة المركز الثاني في هذا الأولمبياد. دي قصة صورة حبينا نجيبها لحضراتكم، وزي ما انتم شايفين حضراتكم كده الناس اللي واقفين اتنين بس، المركز الأول والمركز الثالث، والمركز الثاني فاضي، ومعظم الجمهور اللي كان بيشجع الفريق السوفيتي مش موجود في المدرجات. يعني حسبت كأنها صورة بتوثق لمشهد من مشاهد يعني ما يشبه الفساد الرياضي وأيضا تداخل السياسي مع الرياضة. دي صورة النهاردة اللي جبناها لحضراتكم 10 سبتمبر 1972. نروح مع حضراتكم لتاريخ مصر القديمة. تاريخ مصر القديمة وعرش مصر القديمة، ودايما نفكر حضراتكم موسوعة الدكتور سليم حسن اللي بترصد تاريخ مصر القديمة بشكل دقيق جدا وموثق ومرجعي. يعني هذه الموسوعة بتعتبر مرجع للعالم كله، شيء مهم جدا أي حد يستطيع اقتناء أي جزء من هذه الموسوعة، طبعا هي ضخمة جدا وبرضو غالية جدا، ليقدر يقتني أي حاجة منها يقتنيها تكون موجودة عنده، هيحتاجها كتير لطبعا يقدر يحملها من على الإنترنت، هتكون شيء عظيم جدا بالنسبة له. طيب في عرش مصر عدينا على معظم ملوك مصر مع حضراتكم، ومشينا حكاياتهم وملكات مصر وكواليس الحكم في مصر كانت ازاي، وانجازات الملوك المصريين وانجازات القادة المصريين كان شكلها ايه. النهاردة واقفين مع حضراتكم مع حاجة من الحاجات المهمة جدا، كل شوية بيطلع حد يشكك في المصريين ليسوا بناة الأهرامات، المصريين مش عارف ايه، عندهم يعني ما يشبه حالة الهوس كده وعقدة انه المصريين بنيين الأهرامات، فكل شوية بيطلع حد يقول كلام غريب. النهارده جايبين لحضراتكم حكاية بناة الأهرامات من العمال الذين بنوا الأهرام. النهارده جايبين لحضراتكم قصة من مقابر بناة الأهرام، هنشوفها مع حضراتكم ونشوف تاريخها والموضوعات وقصص كتير عنها. نكمل معاكم في المساء مع قصوة. واحد من أهم اكتشافات القرن الحادي والعشرين اعتبره العلماء أنه الكشف الوحيد الذي جمع بين البحث العلمي والمصادفة، فكان أكبر رد على المشككين في الحضارة المصرية وكاشفة أسرار جديدة عن أحد عجائب الدنيا، هي مقابر عمال الأهرامات. ومقابر عمال الأهرامات هي بقايا سكنية اكتشفت عام 2010 على يد بعثة أثرية برئاسة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وتعود لعصر الأسرة الرابعة، وفي الفترة من 2649 وحتى 2513 قبل الميلاد. وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الآثار تم اكتشاف بقايا تجمع سكاني كبير يعرف باسم حائط الغراب جنوب شرق هضبة الجيزة، وكان المكان الذي عاش ومات فيه العمال الذين اشتركوا في بناء أهرامات لكل من خفرع ومنكورع، بالإضافة إلى بقايا سكنية أقدم ترجع لعهد خوفو. وتم الكشف عن منازل ومخازن وثلاثة شوارع رئيسية ومبنى إداري ملكي داخل أسوار تلك المدينة، وكذلك أربع صالات ضخمة يحتمل أن تكون هي الثكنات التي
كان ينام فيها العمال بنات الأهرامات ويعدون بها طعامهم، وقد تم العثور على كمية هائلة من عظام السمك والطيور والأبقار والأغنام والماعز والخنازير، مما يكشف تكفل الدولة برعاية العمال لضمان الحصول على أفضل مقابل في كفاءة العمال. واعتبر علماء المصريات اكتشاف مقابر بنات الأهرامات من أهم الاكتشافات في القرن 21، ويرى الدكتور زاهي حواس أن أكبر رد على أن الأهرامات قد بنيت بيد المصريين القدماء وليس اليهود أو الفضائيين كما يزعم البعض. ونقف مع حضراتكم في ختام هذه الفقرة مع تاريخنا الغنائي الثري جدا، والحمد لله عندنا تراث غنائي عظيم جدا بنستند عليه في الأيام الجوفاء والأيام اللي ما فيهاش الكثير من العطاء الفني، بنقدر نقول عندنا تراث فني قيم وثري. النهاردة حكيت واحدة من الأغاني اللي فيها يعني وصف وتوصيف لحالة الفراق لما يكون الطرفين متعندين وكل واحد كده واخد الموضوع على كرامته. القصة إيه؟ القصة حكاية من حكايات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأغنيتنا النهاردة اتغنت أول مرة سنة 1957، أغنية لا مش أنا اللي أبكي. طيب كلمات الأغنية إيه؟ لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جار علي هواك، مش أنا اللي أجري وأقول عشان خطري وأنا ليا حق معاك، تبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك، أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمه ودي اسمتي وياك. دي كانت كلمات الشاعر حسين السيد، شاعر كبير طبعا، وحسين السيد حكاية من حكايات الفن المصري العظيمة والثرية جدا وإبداعه ملوش حدود الحقيقة. طيب القصة إيه؟ القصة كانت فراق بين الفنان والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وبين زوجته السيدة إقبال نصر، اللي طلاق حصل بينهم في هذا العام، وطبعا كانت الفجوة كبيرة جدا، كان قبلها في خلافات كتيرة جدا. طيب القصة جات لنا ازاي ورصدناها ازاي؟ رصدناها من حوار اتعمل مع السيدة إقبال نصر، هذا الحوار اتعمل مع الكاتب الصحفي اللبناني جورج الخوري، اتنشر في مجلة الشبكة اللبنانية سنة 58، هي اللي حكيها، والأحفاد طبعا بيحكوا نفس القصة ونفس الموضوع. الأغنية دي اتعملت على الطلاق والانفصال بين الموسيقار محمد عبد الوهاب وبين طليقته السيدة إقبال نصر. طيب ايه حكاية الأغنية؟ قالت السيدة إقبال ان هو كان في خلاف كبير جدا حصل بينها وبين الموسيقار محمد عبد الوهاب، والخلاف اشتد والامور احتدمت بينهم وكل واحد تمسك بموقفه، وطبعا ما حصلش الكثير من الاعلان على التفاصيل، كان في خصوصية في الموضوع، لكن الصدى بتاع الموضوع مع الاغنية بروز الموضوع وكبره قوي. فقالت احنا اختلفنا وفضل بينا مشادات كتيرة جدا وفضلنا في فراق فترة طويلة جدا بنحاول نرجع، ما فيش اتساق للامور بينا، وكل واحد كرامته زي ما بنقول كده بالمصري نقحت عليه وبقى مش عايز يرجع، والعند كبر قوي وكبر الموضوع في دماغه، وصلوا هما الاثنين للطلاق والانفصال، وكانت هي ام اولاده. غنى بعدها الاغنيه دي، غناها ازاي؟ الاحفاد بيحكوا بيقولوا انه طلب من الشاعر حسين السيد، قال له انا عايزك تعمل لي كلمات للموضوع اللي حصل بيني وبينها، وحكى له الموضوع ده طبعا بعد الطلاق وكان في حاله حزن كبيره عنده، حكى للشاعر حسين السيد الموضوع وقال له اكتب لي كلمات، كتب له الكلمات اللي قلتها لحضراتكم واللي كلنا عارفين الأغنية دي، ولحنها وخرجت للنور سنة 1957، وكل الناس كانت عارفة حكاية الأغنية دي في الوقت ده، والصحافة كتبت وكل الناس كتبت قصة هذه الأغنية. لما تسألت زوجته عن الموضوع قالت أنا يعني هو زعل وأنا زعلت، لكن ما حصلش بيننا خلافات، حتى باركت له لما تزوج من زوجته اللي تزوجها بعد كده السيدة نهلة القدسي، وكنا جبنا لحضراتكم برضو حكاية أغنية بين الفنان محمد عبد الوهاب والسيدة زوجته نهلة القدسي لما سافرت وسابت له، وبرضو عمل لها أغنية ورجعت له، فطبعا كان هو عنده يعني بيعبر بمشاعره وحكاياته وقصصه كلها، كان بيعبر معظم الوقت في الأغاني والموسيقى. هذه الأغنية اللي هنسيب حضراتكم معاها، لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جار علي هواك، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري وأنا لي حق معاك. واحد من أبرز العازفين المصريين وقع في غرام آلة الكمان مبكراً، فصار يغازلها بأنامل يديه لتغني له وسط تحريك المشاعر واللعب بالأحاسيس، فاحتل مكانة رفيعة في الأوساط الموسيقية الإقليمية والعالمية.
إنه العازف محمود سرور الذي ولد بالقاهرة في 10 نوفمبر عام 1972، وتتلمذ على يد عبد داغر أحد أشهر العازفين المصريين، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1995 بدرجة امتياز. رحلة فنية ثرية قطعها محمود سرور بالتعاون مع ألمع النجوم في مصر والوطن العربي، لعل أبرزها محمد عبده وقازم الساهر وماجد المهندس وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب والشاب خالد، كما سجل أكثر من 375 مقطوعة للموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات مثل الدالي والعندليب والمصروية وحق مشروع وشرف فتح الباب وزي الشمس وطلقة حظ. حصل محمود سرور على جائزة أحسن عازف كمان في الوطن العربي في المسابقة التي أقامتها دار الأوبرا المصرية عام 1996. لم يقتصر تعامل محمود سرور مع الأصوات الغنائية فحسب، فعمل أيضا مع كبار المشايخ في الأدعية الدينية والمديح مثل الشيخ محمد عمران والشيخ سيد القاضي والشيخ نصر الدين طبار، واستنبط منهم أصول المقامات الشرقية وتعلم منهم دهاليز اللعب على المقامات. نجح محمود سرور في وضع شكل جديد في العزف على آلتي الكمان والربابة، ليصنع بعدها مقطوعات موسيقية في عدد من الأغاني الحديثة. دي مجموعة من المعلومات كده يعني إيه بنقدمها لحضراتكم، لكن طبعا كواليس هذه المعلومات قصص كبيرة جدا وحكايات كبيرة جدا، انتقالات من نقطة لأخرى وكلها تفوق، بداية مبكرة وبزوغ مبكر، وأيضا شخصية نقدر نقول عصامية وعلمت نفسها بنفسها. ضيفنا النهاردة خلينا نقول إنه واحد من أشهر العازفين والموسيقيين في السنوات الأخيرة في تاريخ مصر، كمان عنده جمهور كبير جدا في الوطن العربي، السعودية والكويت والإمارات، ناس كتير جدا تعرف اسم محمود سرور، ومش بس برا لكن طبعا هنا في مصر كلنا بنقدر وبنحترم محمود سرور. منورنا النهاردة يا أستاذ الله محمود. خليك الله يخليك، نور الدنيا. الله يخليك، ده من طيبك التقديم الجميل ده، وأنا بشكرك طبعا، بشكر كل الناس اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا والناس اللي تعبت عشان نظهر معاكم بالشكل الجميل ده. منور الدنيا كلها. الله يخليك. كل سنة وحضرتك طيب وكل الناس بخير، والنهاردة طبعا ناس كتير عارفة ان حضرتك موجود، فعمالة بقى تجينا طلبات محمود سرور قولوا له كذا، محمود سرور بلغوه كذا، جاي رسائل كتيرة جدا، فانا للأمانة ببلغ حضرتك تحية ناس كتير ليك. الله يخليك، اهلا اهلا بيكم. عايزة ابدأ من مع حضرتك طبعا، انتقالات من القاهرة الى بورسعيد، علمت نفسك بنفسك واحترفت الموضوع بأناملك الذهبية من البداية، وبعدين وصولا 24 سنة تقريبا، ويعني أفضل عازف في الوطن العربي في مسابقة كان فيها الجميع الكبار والصغار، قصة إيه؟ هو القصة بدأت في البداية من عمر 9 سنين، شفت الكمانجة دي ورا أم كلثوم، أحمد الحفناوي بيعزف كمانجة، فلفت انتباهي جدا إن الآلة دي إزاي صوتها جميل وقد إيه صوتها شبه صوت الإنسان، يعني رشيقة كده، يعني بتبقى يعني كأن الإنسان بيتكلم يعني. فعجبني جدا الآلة، والموضوع اتقلب صفحة واتقلبت لغاية ما بالصدفة في نادي من النوادي كان والدي مشترك فيها زمان كنا بنروحها يعني، فلقيت أوضة وناس بتعزف، دخلت من غير ما اعرف مين ولا فين ولا في دماغي اي حاجه، بس انا في دماغي يعني في مارك على الاله دي يعني، حتى ما كنتش عارف اسمها يعني. فدخلت، السلام عليكم. وعليكم السلام. فايه الموضوع؟ اللي الناس بتعزف، اللي ماسك اكورديون واللي ماسك ناي واللي ماسك كمانجا. فالاستاذ اللي موجود في مركز الشباب ده او في النادي ده قال لي انت ما جاي مع مين؟ قلت له والله انا يعني ما انا دخلت، انا مشترك في النادي هنا وبتاع، وما يعني طب انت وريني ايدك كده، انت ايدك تنفع تعزف كمانجا؟ هو ده اول واحد في حياتي قال لي. قلت له طب انا ما اعرفش يعني. قال لي تعالى انت ايدك دي، الصوابع دي، مسك صباعي كده قاعد يقول لا انت الصباع ده طويل، ده مناسب ان هو للاله دي. خدت منه الكلام ومسكت الاله شويه. طبعا ما هي انا قال انا بحبها وكل حاجه، بس هو عايز اقول لك اللي حصل من اللي شفته في التلفزيون مع كلام الاستاذ اللي هو ما يعرفني ولا اعرفه، اكد لي ان دي علامه كده ان انا. فروحت حكيت لوالدي الله يرحمه على الموضوع كذا 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 بتاع، قال لي خلاص ده انا بشوف الكمانجه دي في مش عارف ايه بورسعيد الكلام ده، وجاب لي واحده
بس وبدات القصه بقى، يعني بقى الثواب بالنسبه لي هو ان انا اسيب له الكمانجه، بقى العقاب لا شيل الكمانجه في الدولاب ما يطلعش تاني. يعني ده واضح انه التعلق بقى كان شديد جدا عشان تكون ثواب وعقاب. جدا جدا تعلق غير طبيعي. وكمان كنت على غير العاده، يعني المفروض ان اللي بيحاول يعزف يتعلم الاول وبعدين انا كنت بشوف بطبق، يعني كنت بشوف في التلفزيون السولو كنت بعزفه، لا اعرف المي ولا الري ولا الفاء، ما اعرفش الكلام ده كله، درسته لما جيت هنا القاهره. انما من الاول كان عندي حته اللي هي بنسموها يعني ايه يعني موهبه، الهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، دي بتضاهي فدادين شطاره كتير، وتضاهي فدادين من اجتهاد البشر كتير. دي كانت موجوده عندي، ان انا اشوف الشكل، امسك كمان اعزف زي. وكان عندك فدان الحظ كمان. لا فدان الحظ ده جه بعد كده، ده هو صح. يعني حضرتك خدت فدادين الموهبه، فدادين الشطاره، وفدان الحظ. بصي انا ما انكرش ان انا من المحظوظين مبدئيا، لان انا معاكم النهارده. لا منور الدنيا، ده احنا المحظوظين بحضرتك. بس هو عايز اقول طبعا كل انسان في الدنيا بياخد حظه من الدنيا بكل باشكاله باشكاله مختلفة. رزق طبعا، انواع الرزق، ما انا بتكلم على الحظ مش على الرزق. الحظ في انك انت، يعني انا قعدت اعزف كتير قوي في بورسعيد، وبعدين ممكن واحد غيري بيعزف في بورسعيد في بلد اقليم من صغيره وبتاع، ممكن يعزف وما يظهرش. انما انا كان عندي الوالد اللي هو كان عينه ثاقبه، هو كان فنان، كان الله رحمه الله عليه، كان استاذ من اساتذه الخطوط العربيه، فنان تشكيل كبير، وكان من المرشحين لكتابه كسوه الكعبه المشرفه. يعني كان فنان ذو ثقل، فكان يفهم كويس قوي ايه الفنان، ايه الموهبه، يعني كان عنده دي. فده من حظي، هو ده الحظ الاول. فاهتم وساء الزرعه وبدا يراعيني وبدا يشوف ايه الموضوع، لغايه ما خلصت ثانويه عامه. تحب كنت جايب مجموعه كبيره على فكره في ثانويه عامه، حاجه 90%. طبعا زمان كان ساعتها حاجه كبيره قوي، كان حاجه ضخمه، كانت حاجه كويسه. الستينات والسبعينات يعني كنا تعبانين كلنا. فتحب ايه؟ قلت له موسيقى. قال لي والله ده انت ممكن تخش وهندسه وطب. قلت له لا، انا بالنسبه للموسيقى. فجابني من بورسعيد وجه كمانجه معايا، رحت معهد الموسيقى العربيه. كنت حابب ان انا اختار، هو كان في شقين، يا كليه الرياضه الموسيقيه بتطلع استاذ ليدرس الاله، اكاديمي او كونسرفاتوار، فده بياخد من سن 6 سنين وبتاع، او معهد الموسيقى العربيه بيطلع عازف كويس. فانا اخترت معهد الموسيقى العربيه، اللي هو عايز انا عايز اعزف، عايز اكون عازف كويس، عايز. وبدات اسقل واشوف، اعرف فين الدو وفين الري وفين الكمانجه، واذاكر مع خبراء اجانب. برضو كان حظي ان انا احتكيت بمجموعه من الخبراء الكبيره، لعبت بروجرامات كتير كلاسيكيه وغربيه، ولعبت سيمفونيات ولعبت حاجات. بس موقف غربي حضرتك دلوقتي. انا هجرته، وده السبب انا شايفه مقنع جدا. انا درست بيه وخدت فيه امتياز وخلاص، يعني انا بعتبره هو مرحله مؤهله لان انا اكون عازف، يعني هو تمارين واجب، يعني واجب هو طبعا هو واجب ان انت تعمليه عشان خاطر تقدري تعزفي، بيؤهلك ان انت تفك مشاكل تقنيه العزف. بعد كده هل انا افضل انا طول عمري اتكلم لغه مش لغتي، او هل اعزف مزيكا مش مزيكتي، او اعبر عن احساس مش احساسي؟ لا. كل واحد لازم يعزف موسيقى بلده، لازم يعزف موسيقى وطنه. انا وطني عربي وبعزف عربي، وبعزف الموسيقى العربيه. الموسيقى الكلاسيكيه لجأت ليها عشان هدف معين، وبعد كده امتنعت تماما ان انا بعزف غربي وبعزف تركي وبعزف كلاسيكي وبعزف هندي وبعزف عربي، والعربي الشرقي فيه كذا ظبطه بعزفهم برضو. ولكن انا قررت ان انا اعزف موسيقى وطني، يعني انا وطني جدا على فكره، ومصري جدا، واحب الوطن العربي، واحب الاغاني العربيه. وبعدين احس ان انا كداب لو قعدت اعزف حاجه سيمفونيه او حاجه غربيه، ويجي عيل صغير قد كده يعزف احسن مني 100 مره، لان هو بيقول لغته. انما ما يعرفش يعزف مزيكتنا، احنا نعزف مزيكتنا. واقرب طريقه للعالميه هي الشرق له صوت والغرب له صوت، اكيد. واقرب طريقه للعالميه هي المحليه، يعني انت تعرفي من خلال موسيقى بلدك. طيب تحب تمسي النهارده على الجمهور الكبير اللي مستنيك النهارده تقول له ايه؟ والله يعني زي ما لا حضرتك بقى تختار وكده. تسمعوا عزف يعني؟ طبعا تسمعوا. نبدا بالكمانجة الاول؟ براحتك. طب في ام كلثوم، في نجاة، في ورده، براحتك، في اللي حضرتك تختاره، وده منك للجمهور. طيب انا هنا بس بوصل الرساله كده، بس حاجه النجاة الاول كده نبدا بيها. عيون القلب هو لحن انا بحبه جدا. تمام. الله، ده كلنا. عيون
الجمال ده. تسلمي. بصمه محمود سرور في 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 بصمه، وبصمه اتبنت بالسنين. وقلت حضرتك ان انت كنت هتوه في رحله تانية، بس لحقت نفسك كده وقفت واخترت ان انت تعمل بصمتك الخاصه، وبدات طريقك في صناعه بصمه خاصه. اولا انا عندي سؤالين في النقطه دي. تفضل. دلوقتي الجمهور من السميع بيميز لسه بصمه فلان وبصمه علان؟ لسه الناس بتميز ولا طبعاً. الموضوع ما بقاش زي الاول؟ لا 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 لا، هقول لك على حاجه. بصي الجمهور بيفهم في كل حاجه. الجمهور اللي نجح حتى المهرجانات، واللي نجح الشعبي، واللي نجح ده جمهور بيفهم. هم الناس حتى فنانين المهرجانات هم ناس عندهم شيء جديد، والجمهور دايما طواق للجديد. يعني انا بقعد اسمع نفس الكلام، هو بقعد اسمع نفس، بختار وبنقي وبفرز وبشوف. في طبعا اذواق، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فالجمهور بشكل عام يحترم. انا لغايه النهارده اترعب واخاف لو انا هطلع واجه جمهور، لو هطلع اعمل حفله في دار الاوبرا، لو كلموني مثلا اعمل حاجه في الاوبرا او حاجه، هغني حاجه بالكمانجه، مرعوب. ليه؟ لان الناس لازم تعمل حسابهم كويس جدا. البحث عن بصمه هو يعني بيبقى شيء برضو خلقه ربنا، عشان ما نظلمش اخواننا اللي هو ملوش بصمه او ملوش شكل معين بقى بيميز بيه. انا ما اقدرش اقوله ان ده بالبحث، لا. انت ربنا سبحانه وتعالى، انت بلت ان بيبقى موجود جواك شكل معين، تسمعيه تقولي ده فلان. زي مثلا لو سمعنا الاستاذ مثلا عبد الحليم حافظ، معروف الصوت ده، البصمه دي. عبد الوهاب مع حفظ الالقاب طبعا، السيده ام كلثوم. وكذلك في العازفين، زي ما برضو في الفنانين في المطربين كده، صوت وبصمه وطابع. في العازفين كل عازف كمانجته لها صوت. شكله في الاداء له صوت، بتسمعي ده سرور، ده جرشه، ده عبده داغر كاساتذتنا الكبار اللي سبقونا. ده الاستاذ احمد الحفناوي، كل واحد له شكل. مش ممكن اسمع ده واقول عليه ده، مش ممكن. فكل واحد له بصمه، والبصمه تبقى موجوده. بس حضرتك كنت، يعني انا طبعا ذاكرت كويس قوي عشان حضرتك موجود معانا. انا مبسوط والله العظيم انك مذاكره. عايز اقول لك انا سعيد جدا ان انت بتكلميني بهذا المستوى من الرقي والوعي، لان في طبعا كتير ناس كتير بيبقى مش 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 عارف هو هيقدم ايه ولا هيعمل ايه، ولسه بيكلم كلام. فانا بصراحه ببدا ان انا ساعتها بقى ايه برجع، عشان انا برضو برد عليك، لان حضرتك بتسالي اسئله يا مهمه، شيء مهم. ربنا يخليك. فقلت حضرتك انه تحررت من الاستاذ عبده داغر وانطلقت وعملت مسيرتك، وقررت في لحظات معينه ان انت تعمل المسيره دي. ممكن يكون، وده برضو الناس اللي بتتفرج علينا اجيال صغيره لسه بتطلع تتعلم منه، ممكن يكون في ناس عارفه ان جواها البصمه دي بس ما خدتش القرار او الخطوه. الموضوع باختصار، هو الاستاذ عبده داغر هو استاذنا كلنا. استاذ عبده داغر عازف عظيم وعازف عالمي، واحنا كلنا تربينا عنده. كل من هو مسك الاله هو اتربى وعدى على عم عبده داغر، واللي ما عداش على عبده داغر عنده فقد كبير جدا، مش هيعرف يقعده في حياته. هو استاذ كبير وله علامه وبصمه وتاريخ. ولكن انا لما اقعد عنده اعزف كتير جدا خلاص بتطبع، ببقى عبده داغر كوبي. طب ما الاستاذ عبده داغر موجود، يبقى انا هبقى كوبي، والكوبي عمره بيظهر. يعني لو طلع حد قلد الفنان عمرو دياب، ثق ان عمرو دياب هو التوب. طلع حد قلد ام كلثوم، ثق ان ام كلثوم هي التوب. والكوبي ما بيبصلوش. طيب انا عشان اطلع اعمل ايه؟ مبدئيا انا قعدت عند عبده داغر 15 سنه، واكل ونايم شارب بتعلم كل حاجه عنده. اقامه بروح وباجي، يا دوب انا انام واجي لعبده داغر. فوجئت ان انا بقيت بعزف زيه بالظبط بالظبط. فاول ما اكتشفت الموضوع ده قررت ان انا ما اروحش تاني. ده القرار، لان حد تاني ممكن يفرح ويتبسط انا بقيت زيه. غلطان. اللي يفرح ويتبسط ان انا بقيت زيه يبقى غلطان رقم واحد، لانك عمرك ما هتبقى زيه. هتفضل كوبي. والكوبي مش مذكور، فاقد الهويه، مش هيكون موجود، معهوش بطاقه. هو معهوش بطاقه، كوبي معهوش بطاقه. لازم في اللحظه دي الفنان او العازف اللي يلاقي نفسه بيتطبع بيتاثر. مثلا الفنان عبد المجيد عبد الله، في كتير قوي مطربين بيتطبعوا بشكله. ام كلثوم، الفنان محمد عبده، في ناس كتير قوي، ناس بتشوف القدوه ده حاجه عظيمه وكل حاجه. انما اعمل حسابك ان انت لازم تطلع، لانك عمرك ما هتبقى حاجه لو فضلت تابع او كوبي او شكل. ممكن تبقى مسخ حميد او مسخ دميم، انما في النهايه كلمه مسخ بتسبق الوصفين. فكان لازم اقرر، فقلت لا انا لازم اطلع.
ادور على شخصيه، ادور على صوت جديد ما حدش سبقني فيه في ان انا اطلع من الكمانجة. الكمانجة هو الاوز بيتحط على الكمانجة بيطلع هو نفس الصوت اللي بيطلعه محمود، بيطلعه ابراهيم، بيطلعه عبده، بيطلعه. انما شكل العزف هو ده اللي كنت دايما بدور عليه لايجاد شخصيه، لايجاد هويه في العزف يعني. هل في موقف معين مثلا حضرتك بيحضرك في ذهنك بعد بدايه الرحله بقى الحقيقيه في استخراج بطاقه فنيه وبصمه، هل في موقف معين قلت فيه انا بقيت محمود سرور ببصمه محمود سرور؟ فاكر موقف زي ده؟ هو مش انت اللي بتقولي بقى، من موقف حصل حواليك، اداء، رد فعل جمهور. هو هو النجاح في حد ذاته، النجاح في حد ذاته لما انت بتعملي سولو او بتعزفي على 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 الآلة بتاعتك وبيحصل نجاح، هو ده المضمون او محتوى الكلمه اللي حضرتك بتقوليها، ان انا خلاص نجحت. وبعدين بدا حد تاني يطلب ان انا اروح اعمل له زي اللي حصل ده، فاصبح الشكل ده شكل او بصمه او يبقى حد يطلبك باسمك، باسمك بقى خلاص. يعني ما هو يعني لما اكون انا عند الاستاذ عبد الدغر بتعلم، او عند الاستاذ محمود الجرشه بتعلم، وبعدين يجي واحد يقول انا عايز محمود سرور هو اللي يعزف للسولو ده، في وجود الاستاذ عبد الدغر والاستاذ محمود الجرشه، اذا اصبح في حد ثالث، يعني اصبح في كيان ثالث ممكن يبقى عليه اقبال، في بصمه ثالثه بالظبط كده. هو ده هو ده بيستشف، مش بيتقال يعني. البياتي ورحله كمان قلت قبل كده حضرتك اللي يعني ما اشتغلش مع المشايخ وما عداش في الرحله دي طبعا. فاتوا كتير وفاتوا نص التعليم، نص الموضوع يعني. طبعا نص الموضوع. لو حضرتك تحب تحكي لي موقف معين بيلخص القصه دي او ذكرى معينه حضرتك فاكرها حاسس انه الموضوع فرق معاك كتير نفسيا، وفي نفس الوقت لو تحب حضرتك بقى تعزف حاجه برضو للجمهور في الاطار ده. هنعزف. انا اقول لك الاول الموضوع باختصار. العزف ورا الشيخ، العزف ورا الشيخ من عند ربنا، هو عارف المقام وعارف بيعمل ايه، ومتوارث من ابوه وجده. هو يعرف كويس قوي يعزف البياتي، ويعرف يعزف الرصد، ويعرف يعزف الصبا، ويقول يحس الحاجات دي احساس عمره ما يتعلمه. والدليل على كده حضرتك ان هاتي اي عازف من مثلا المعاهد الاكاديميه اللي بتدرس مثلا في اوروبا، مش هنقول في مصر هنا عشان هاتي من اوروبا اي مكان بيعلم الموسيقى على اعلى مستوى، وقول له اعزف مقام شرقي من بتاعنا، يبقى صعب عليه. مستحيل، مش صعب، مستحيل. ما يعرفش اصلا يعني، ما يعرفوش اصلا. وعلى فكره الكلام ده مش موجود في مصر بس، يعني برضو روحي العراق هتلاقي عندهم مقامات مش موجوده عندنا. كل بلد فيها ثقافتها، فيها ليها ثقافتها. الشيخ لما بيقول بياتي بيقول بياتي بياتي شبعان، بياتي مكتمل. ممكن اسمع البياتي من حد تاني، او ممكن اسمع الرصد، او ممكن اسمع اي مقام شرقي ممكن اسمعه من اي حد تاني، انما لما بيطلع من الشيخ اللي هو اساس الترتيل والقران والتجويد بتاخدي المقام حلوه شبعان دي. ما هو شبعان، هو لازم يبقى شبعان، لانه لو ما حصلكيش اكتفاء إشباع او اشباع، الله عليك، لو ما حصلش الاشباع من المقام خلاص يعني مش هيوصلك المعلومه. زي ما تيجي تقولي مع قشور عن موضوع او حاجه وما تعمقتيش في الموضوع، فخدت منك الفكره انما ما فهمتش، كل واحد تاني يجي متخصص بقى وفاهم يخلص الموضوع. في مقام اللي هو الحجاز، ده المقام اللي هو بيتقال منه الأذان، وده المقام اللي هو المشايخ بيبقوا يعني بيبدأوا منه باستمرار، اللي هو بروحانيات المقامات الشرعية، بيفضل في الكواليس بتاعتهم شوية أو في خلفياتهم شوية. أكيد أكيد أكيد، وده بيبقى يعني أساس الموضوع بالنسبة لهم، وبيتفرعوا منه للحاجات للمقامات التانية. لأن ممكن تبدأي تقسمي مقام وتطلعي تفرعي. انا ممكن حتى اوري للمشاهدين برضو الموضوع ده، المشاهدين عايزين يسمعوا. ما انا يعني هشرح. الناس عايزه تقول لي اسكتي وخليه هو اللي يتكلم ويعزف. لا انا هشرح الموضوع، احنا عايزين برضو نفهم المشاهد الموضوع، ممكن يكون شويه توضيح وبرضو الناس نبسط الناس يعني. يعني الحجاز مثلا Mm-hmm.
حابين نقول بنقول حاجه بس نقول ايه جميله جدا اهي على الهواء عاملين يعني الواجب وزياده استاذ محمود يعني حاجه ما شاء الله ومضناقه كمان يعني دندنه على احلى هو ما هو من ده المشايخ انا عايز اقول لك ان في حاجات معينه الاستاذ محمد رابع عملها الحان معينه دخل فيها ومعرفش يطلع لقى الحل عند الشيخ يعني بيلحن لحن وبعدين مسك المقام كان حجاز كان بياتي كان وقام عامل منه اتفرع منه راح عند على مقام تاني وبعدين المفروض من اداب التلحين او العزف او التقاسيم او الارتجال انك بعد ما تروحي وتلف وتلفه ترجعي تاني للمقام اللي انت يعني زي ما حركتي من بيتك ترجعي البيت تاني فهماني؟ فعشان يرجع تاني مش عارف مش لاقي رجع مش لاقي رجع مش لاقي يترني يرجع فيكلم مين؟ يكلم الشيخ اللي هو الحلول كلها بقى عند المشايخ يعني حضرتك الكمانجة كده او الكمان عفوا الكمان حكايه كده وحدوته لكن الربابه ليها قصه تانية مع المصريين غلبانة. بعدين حضرتك برضو اهتميت بالموضوع الحقيقه وشفت مجهود حضرتك في الموضوع في يعني مواقف كتيره جدا والربابه بالنسبه لك بتتعامل معاها كقيمه كبيره جدا او كثروه كبيره جدا طبعا عايزه حضرتك تحكي لي حكايه الربابه بالنسبه لك ايه وبرضو كان في كتاب مش عارفه اخباره ايه هل صدر ولا لسه الكتاب موجود بس هي الفتره اللي فاتت دي طبعا كلها كنا مشغولين جدا طبعا بعد
الفتوحات اللي حصلت في السعودية فنيا يعني وهيئة الترفيه فانشغلت حضرتك يعني. انشغلت جدا طبعا هناك، ورحنا هناك في السعودية وعملنا كله بقى هناك، والشغلنا كله بقى هناك، وطبعا كل اللي حواليها اتقفل يعني. فالكتاب موجود، الكتاب موجود، وان شاء الله حدد مكلم السيدة الفاضلة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة من زمان، من قبل تولي الوزارة كمان يعني، من أيام الأوبرا، رئاسة الأوبرا يعني الله يحفظها وطول عمرها. وهي كلمت معاها في الموضوع أن الربابة دي آلة مظلومة وآلة غلبانة. ليه؟ بس ممتعة. ما هي ممتعة ولكن في ايد البسطاء. دايما هي في ايد البسطاء، عشان طيبه بس الناس جت عليها. لا انا هقول لك قصتها، بس هو يعني هي صعبت عليا ليه. لان مثلا واحد جاي من امريكا عايز يتعلم الربابه، هيتعلم فين؟ مين الاستاذ؟ فين الميثود؟ فين الكتاب اللي هيذاكره يعزف ربابه؟ الفنان الشعبي بس هو اللي بمدرستها. هو ما فيش. هو ما فيش، تعالى نقول ما فيش. لان المدرسه محتاجه كتاب. انما لو بنتكلم على التوارث او توريث العزف او تنقل ثقافه شعبيه يعني. ثقافه شعبيه تنقل. طب امتى نقارنها بقى؟ احنا بقى لنا كام سنه، 100 سنه بنقول ثقافه شعبيه، امتى يعني؟ مش قال الاوان بقى ان يبقى لها كتاب، وادي الدو يا ابني، وادي الري، وادي الفا، وتفضل والاوس كده، وبيعمل كده ويساوي كده، مش صح؟ فكان انا الاوان لتقنينها. بالاضافه لانها صعبت عليا جدا. في ايه بقى؟ اللي بيعزفها عازف بسيط، هو تلاقيه بينشز، ومش كلهم طبعا، في منهم عازفين طب حلوين يعني، في الاله في مصر مليانه عازفين رباب ممتازين. انما مينلي اللي بيعزف الاله دي هو طبعا لما بتيجي تحطيه بقى بيتكشف فين يعني. هو يمسك الرباب لوحده في الشارع يسمعك بصوتك قوي، حتى لو بتاع الرباب اللي بيبيع في تلاقيه حاطط قفص دراليه، وقع حكى لك دلوقتي هتموتي من الضحك. يحط الربابات في القفص ويمشي في الشارع ويسمعك لك تجيب لي شوكولاته ومش عارف. عظيم يعني، عازف عظيم. انما يتكشف امتى بقى؟ هي دي بقى القصه. الاستوديو، تسجيل السولو في الاستوديو هو اللي بيكشف. ليه؟ لان تحت منك بقى هارموني وكيبورد ومزيكا وكمانجات بتقول، لازم تكون على قدر المستوى ده. مش على قدر، لازم تمشي معاهم، لازم اقدر امشي مع التيمبو اللي معزوف، ولازم الدوزان بتاعي ماشي مع الدوزان الاله، مع الالات كلها اللي حواليا. فهو مبدئيا تلاقيه مش مظبوط في التيمبو، والدوزان كمان مش مظبوط. والمصيبه يعني ده كل ده انا موافق عليه، بس لو انت عارفه ان في حاجه مش مظبوطه فهتعالجيها. لا، وكمان مش حاسس. هو بالنسبه له تمام، متسق مع الموضوع كده، هو تمام جدا وراضي. ده بسبب الخبره او بسبب التعليم بتاع الموضوع؟ لا، هو ما عداش عليه ده قبل كده. فانا شفت ان انا الاول نستفيد من خبراتي في الكمانجا لتطوير الاله دي، لانها توصل يعني. النهارده اي سولو ربابه في العالم العربي انا اللي بسجله. الربابه بقى لها شكل، وبقى لها زي بقوله، بقى لها زبون، وبقى عليها طلب، وبقت مطلوبه في الخليج. انا سجلت الهند، سجلت الهنود، سجلت الهوليود لفيلم امريكي ربابه، سجلت كانوا عاملين دوكيومنتري عن السعوديه، سجلت في المانيا بعد ما سجلوا في الهربوني لندن، وسجلوا في اوركسترا مش عارف ايه في السويد وسويسرا مش عارف ايه. بعد الربابه فين الربابه؟ فعملوا السيرش فلقوا سرور، طب اكلموه، فاتصلوا بيا. انا خضيت من الاتصال، عاملين حاجة يعني تسمعي أنا هعمل إيه في الكلام ده؟ وبعدين بعتولي الجايد المطلوب، فأنا قلت لهم بقى أضفت عليهم كمان، قلت لهم ده مش ربابة. يعني اللي أنتم بعتينه لي، الخط اللي أنتم بعتينه عشان أعزفه أنا هعزفه، مفيش مشكلة خالص. بس أنا عايز أقدم لكم خط. دي بقى شغلتي أنا، سيبوني أنا أقول لكم الربابة بتاعتي. الربابة بتقول إيه؟ الربابة بتقول إيه؟ يعني محدش عارف الربابة دي بتقول إيه؟ أكتر من عازف الربابة، أكتر من اللي فاهم الآلة وعارف إمكانياتها. طلع أحلى ما فيها. بالظبط. أنت ممكن تكون عندك من الشطارة إنك تعزفي مساحة كبيرة على الربابة، إنما مش دي مصداقية صوت الآلة. فاهماني؟ عملت لهم الربابة، شاركت في مؤلفات عالمية كبيرة، الربابة اللي تعمل لها كونشرتات للربابة،
بعمل لها الكتاب ده وناقشت مع الدكتوره ايناس ان الكتاب ده ان شاء الله احنا منتظرينه ان شاء الله نقننه ونطبعه ونبدا نطلعه للناس ان شاء الله. طيب انا عندي سؤال لان الوقت طبعا صغير جدا. كل الوقت ده عندنا لسه حاجات كتير قوي. انا عندي سؤال اخير عشان عايزه اسيب حضرتك مع الجمهور بقى مع الربابه. اتفضلي. عايزه استفيد من خبره حضرتك ليك الكثير من يعني المطالبات بانه احنا محتاجين نهتم بصناعه الموسيقى والاهتمام بالعازفين وان احنا عندنا ثروه كبيره جدا أكيد. لكن أكيد. مش مدارة بشكل جيد أو مش بيتم التعامل معها بشكل صحيح. لو حضرتك حطيت لي خطة أو خريطة كده لكيفية الاهتمام بالعازف المصري المميز إن أنا أوصل بيه إنه يكون ثروة حقيقية أستفيد منها كدولة أو كمجتمع وهو يستفيد منها، ممكن تكون إيه الخطوات؟ طبعا الصناعة دي ليعلم الجميع يعني القاسي والداني زي ما بيقولوا الموسيقى المصري مفيش زيه. تعال نتفق على الايه على القاعده دي. طيب طالما انا عندي حاجه مفيش زيها يبقى اذا انا عندي ثروه صح؟ يعني لما انا عندي قطعه اثريه بقى انا عندي مسله مفيش حد عنده زيها، اقول بقى بمليون اقول بعشرة اقول بمية اقول زي ما انا عاوز. تمن التفرد والتميز. مصر فيها موسيقيين مصر فيها موسيقيين أفضل موسيقيين في العالم العربي بالدليل أن منذ بدء الخليقة لما تسمعي ناس بتغني من 100 سنة هتلاقيهم بيجي يشتغلوا مع الموسيقى المصري والمعاهد في مصر الكليات في مصر كل الدول العربية بعد كده سبق يعني لاحق بقى لاحق بعد كده اللي في ناس لسه مكتشفة قريب وفي ناس مكتشفة من 4-5 سنين في ناس مكتشفة من 10 في ناس من 15 إنما احنا عندنا من الأربعينات الأستاذية عندنا هنا الأستاذية والناس الكبار عندنا هنا صناعة الموسيقى عندنا هنا اللي كان عايز يغني سيبك من الوقت الحضارة طبعا مع الإنترنت والتواصل اللي حصل بين الناس أنا دلوقتي ببقى قاعد بسجل السولو عندي في بيتي أو في الاستوديو وببعته لحد في الكويت بينزل الاغنيه بعدها بساعه في الامارات الدنيا بقت كلها مربوطه بالنت زمان كان ايه اللي بيحصل زمان كان اي حد عايز يغني يجي مصر ليه لان مصر فيها المؤلف فيها الملحن فيها الشاعر فيها الموسيقيين واخد بالك صناعه الموسيقى صناعه الموسيقى في مصر من افخر الصناعات الموجوده طبعا تدار ازاي دي انا ما اقدرش اقول انا بس بنبه وبنوه ان مصر فيها اعظم موسيقيين في الوطن العربي محتاجين رعايه مثلا محتاجين دعم معين يعني محتاجين الموضوع يقنن عشان 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 يتفهم ده لان ده مش مفهوم غير عند المتخصصين فقط لازم يكون له قواعد قصدي لازم يكون قواعد انما انا اقول لك اللي اقدر عليه ان انا اقول لك ان البلد دي فيها أعظم موسيقيين في الوطن العربي في كل المجالات واللي بيحب يجي يسجل حاجة أو يعمل شغل بيلجأ للموسيقى المصرية أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة الله يخليك الله وياريت حضرتك تنورنا مرة تانية في وقت برضو يناسب حضرتك الله. إحنا استنيناه كتير أستاذ محمود الحقيقة فإن شاء الله يعني وقتك يسمح وتنورنا تاني ربنا يديك الصحة مقدرين طبعا سلامي. وشكرا لل يعني الموسيقى الممتعة جدا والصوت الحقيقة بيروق الدماغ صوت اللي كمان وعصب حضرتك طبعا حاجة تانية شكرا جزيلا لوجودك معنا نورت الدنيا كلها أستاذ محمود الله يحفظك شكرا لحضرتك مع حضراتكم من هذه الوقفة اللي بالتأكيد استمتعتوا بيها إن شاء الله نشوف حضراتكم على خير حلقة جديدة ده بكرة من المساء مع قصواء الفقرة دي هتلاقوها حضراتكم حالا على السوشيال ميديا بشكر حضراتكم نقابلكم بكرة على خير لكم تحياتي قصواء الخليل